بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ابتعث إبراهيم عليه السلام وهو إمام الملة، الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بأن جعله إماما للناس، وجعله ربنا سبحانه وتعالى إمام الحنيفية، وهو الذي سمانا بالمسلمين عليه الصلاة والسلام. ابتعثه الله سبحانه وتعالى بعد اختبارات وابتلاءات كثيرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بابتلاءات كثيرة، منها أنه ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الفتن، إذ أنهم أوقدوا له نارا كانت تلقف الطير من السماء، وجعلوه في قيده وألقوه في النار وهو مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس له قول إلا قوله حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه دروس وعبر ينبغي أن نعتبر منها وينبغي أن نتعلم، فإن توكل إبراهيم على الله عز وجل كان أعظم التوكل، فإنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني ربي سبحانه وتعالى. وقد كفاه الله عز وجل هؤلاء بأن جعل النار عليه بردا وسلاما. وابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه، إذ أمره الله عز وجل حين بلغ عود إسماعيل واشتد وأصبح غلاما فتيا وكان له منزلة في قلب أبيه، أمره الله سبحانه وتعالى بذبحه، فتله إلى الجبين ورفع على رأسه السكين حتى فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. وكان هذا من الابتلاءات العظيمة، إذ أن الله عز وجل أراه رؤيا في منامه ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وعظيم امتثال من إبراهيم عليه السلام. فهذه من الابتلاءات العظيمة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، ولقد رباه الله سبحانه وتعالى على عينه، إذ نشأ منكرا لما كان عليه قومه من عبادة الأوثان والمتاجرة فيها وإقامة المعابد وتقديم القرابين لها، فإن إبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام في يوم عيدهم وزينتهم، ولم يشاركهم في أعيادهم التي ابتدعوها والتي اخترعوها والتي كانوا يشركون فيها بالله سبحانه وتعالى.
فالدرس الأول عباد الله هو توكلنا على الله سبحانه وتعالى، مهما كان كيد الأعداء عظيما ومهما كانت قوتهم كبيرة، إلا أننا إذا اعتصمنا بالله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه وأطعنا الله سبحانه وتعالى ورسوله ولجأنا إلى الله عز وجل وأوينا إليه، فإن الله عز وجل ناصر من نصره وخاذل من خذله. لا ينبغي للعبد أن ينهزم نفسيا إذا رأى قوة عدوه أو ما كان عنده من الحيلة أو من السلاح أو من العتاد أو من المكر والدهاء أو ما كان عنده من المال. لا ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون لذلك في قلبه أثر، وإنما ينبغي أن يكون توكله على الله عز وجل عظيما. عظيما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى حين قال المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وهذا جزاء المتوكلين على الله عز وجل المعتمدين عليه الذين يأخذون بكل سبب مادي ممكن مشروع، ثم بعد ذلك تكون قلوبهم معتمدة على الله عز وجل في تحقيق النتائج التي يتمنونها والتي يرجونها، فإن ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيده مقاليد كل شيء ومقادير كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه وتعالى معز لأوليائه خاذل لأعدائه، ومن ظن بالله عز وجل غير ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. فينبغي عباد الله أن نتوكل على الله عز وجل، نأخذ بكل ممكن ومستطاع من الأسباب المادية، وأن يكون توكلنا على الله سبحانه وتعالى عظيما. وأما الأمر الثاني فإن إبراهيم عليه السلام حين نشأ في قومه وهم يعبدون الأصنام لم يعبدوا الأصنام معهم، وهذا يبين لنا عباد الله أن العبد لا ينبغي أن يكون إمعه، إن أصلح الناس أصلح وإن أفسدوا أفسد، وإنما ينبغي أن يكون هذا العبد ينبغي أن يكون العبد من أولي الألباب، من أولي العقول النيرة المتفكرة، الذي إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسدوا أصلح أيضا، فينبغي أن يكون صالحا على كل حال. فإن إبراهيم كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام من دون الله، فلم يعبد الأصنام معهم، وإنما ظل يتفكر ويتدبر ويتبين له مع عقله اللبيب، مع هذا العقل اللبيب الذي كان عليه ومع هذا الذكاء والفطنة التي وهبها الله عز وجل له، أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنها من صنع الإنسان، وأن الإنسان يصنعها بنفسه ويعبدها من دون الله، فكيف يكون ذلك؟ الإله ينبغي أن يكون خالقا، وينبغي أن يكون رازقا، وينبغي أن يكون محيا مميتا مدبرا، وينبغي أن يكون حاكما، وينبغي أن يكون له قوة قاهرة على العباد، وأن العباد جميعا والمخلوقات وهذا الكون ينبغي أن يكون مقهورا لله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. فظل يتأمل في ذلك فوجد ضعف عقول هؤلاء الذين يصنعون الأصنام بأنفسهم ثم يعبدونها من دون الله، فأنكر عليهم. فلما دعوه لمشاهدة عيدهم معهم لم يخرج معهم، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه، أننا لا ينبغي عباد الله مشاركة المشركين في فعالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم ولا في عاداتهم ولا في سلوكياتهم، فإن ذلك يقتضي موافقة للكفار وسيرا على دربهم ورضا بفعالهم الذي يكفرون بالله سبحانه وتعالى الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى جهارا نهارا. وينبغي أن نعلن ذلك ولا نخفيه ولا نضلل الناس، وينبغي أن يعلم العباد أنه ليس ثمة مؤمن على وجه الأرض إلا من آمن بالله ربا وبمحمد النبي، وآمن بالله ربا وبمحمد النبي الذي يؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد، ومن خالف في ذلك كان كافرا كان كافرا، وأنه من كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان كافرا. وينبغي أن يرضى بالإسلام دينا، وكل دين سوى الإسلام فهو باطل عاطل، لا ينبغي لعبد أن يتبعه ولا أن يدين به، وينبغي أن يجعله خلفه ظهريا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك فهو الضلال. فإن الله سبحانه وتعالى أرسله بالحق، أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب بالحق. فينبغي عباد الله أن نتبع الحق، لأن ما سوى الحق إنما هو باطل وضلال. فإبراهيم عليه السلام لم يشاهد معهم الأعياد، ولم يخرج معهم في عيدهم، وإنما أنكر عليهم وكسر أصنامهم. فلما عادوا قال: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أي أنتم أيها العقول، يا أصحاب العقول، يا من تدعون عقلا وتدعون أنكم المفكرين وأنكم النخبة وأنكم من تفهمون ومن تعقلون وأن غيركم لا يفهم ولا يعقل، أيكون هناك إله غير الله عز وجل يعبد من دون الله؟ هؤلاء الذين يعبدون أهواءهم ويعبدون شهواتهم ويعبدون الشياطين من شياطين الإنس والجن، الداعين إلى علمانية مرفوضة تنكر دين الله سبحانه وتعالى وتحاربه، وتعظم الشهوات والأهواء، وتجعل الشهوة والهوى هي الإله المعبود، فما اشتهاه الإنسان ركبه، وما هواه فعله، فإن هذا هو دينهم وهو إلههم الذي يعبدون. ويريدون جر الأمة تحت اسم دولة مدنية أو علمانية أو ليبرالية أو غير ذلك، والليبرالية تعني التحرر من كل قيد، سواء كان من الدين أو من الأخلاق أو من العادات والسلوكيات القويمة. يريدون أن يجروا الأمة إلى الإباحية وإلى الفوضى تحت مسمى الحرية، فإن ذلك عباد الله إله يعبدونه من دون الله، ويسمون أنفسهم بالنخبة وأصحاب العقول، وهم الذين يفهمون والمفكرون والذين يتدبرون، وهم في الحقيقة لا يفقهون شيئا. فإن رجلا حكى أمام أحد من السلف، أخذ يحكي له ما عليه إنسان من الحيلة والمكر والدهاء وكذا وكذا، وما عليه كذلك من الفطنة والذكاء، وما عليه من القدرات على إنتاج الأعمال. فقال له: أمؤمن هو؟ قال: لا. قال: لو كان له عقل لآمن. لو كان هذا الإنسان عنده عقل لآمن، ولكنه ليس له عقل في الحقيقة، وإلا فالذي ينكر وجود الإله لا عقل له بل به جنة، والذي يثبت الإله ثم يقول أن الإله ليس له حق على عبيده، وأن العباد ينبغي أن يكونوا متحررين من كل قيد ومن كل شرط، وعليهم أن يفعلوا ما يشاءون، فهل لهم حرية في وجودهم على ظهر هذه البسيطة؟ هل كان لك حرية في أن تولد أنت من أبويك؟ هل لك حرية في مماتك، أن تختار وقت الممات أو تختار وقت الميلاد؟ هل لك حرية في ذلك؟ الدماء التي تتدفق في عروقك من داخلك، والأجهزة التي تعمل في داخلك هذه، هل لك حرية في إدارتها أو في توقيفها أو في عملها أو في تعطيلها أو في إعطابها ومرضها؟ هل تستطيع فعل ذلك أو دفعه عن نفسك؟ هل لك حرية في ذلك؟ الرزق الذي ترزقه أنت كثيرا أو قليلا في يومك وليلتك وفي شهرك وفي سنتك وفي عمرك، هل لك حيلة أنت في أن يزيد هذا الأجر أو يقل، أم أنه كله من فعل الله عز وجل بك؟ إذا كان الأمر كذلك، وكان الله عز وجل له الخلق، فينبغي أن يكون له الأمر، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، ونحن عبيده سبحانه وتعالى، ينبغي أن نستسلم لله عز وجل، وينبغي أن ننقاد لأمره، وينبغي أن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن إبراهيم عليه السلام بما رزقه الله عز وجل من الفطنة والذكاء، تبين له أن ما عليه هؤلاء القوم وما عليه قومنا اليوم إنما هو عباد الله بعيد عن كل عقل، وأن هؤلاء أناس به جنة، فأراد أن ينبه العقول، فقال: اسألوهم، إذا كانت هذه آلهة فلماذا لم تدافع عن نفسها حين كسرها من كسرها؟
فقال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى صنم علق فأسه عليه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانت هذه الآلهة تنطق، هذه الآلهة لها أرجل تمشي بها، أم أيد تبطش بها، أو أعين تبصر بها، أو آذان تسمع بها؟ هل هذه الآلهة لها هذا؟ هل لها علم وإحاطة؟ هل لها علم وإحاطة؟ هل لها قوة أن تدفع الشر عن نفسها؟ هذه الآلهة هي التي تصنعونها حتى يقفون موقف المتفكر، فإنهم وقفوا للحظة ورجحوا كلام إبراهيم عليه السلام، ثم أتتهم أهواؤهم، وأتتهم كذلك شهواتهم، وأتتهم كذلك شياطينهم من شياطين الإنس والجن، فنكبوا ورجعوا وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم. ليس ثمة حجة بحجة، وإنما هؤلاء يملكون مادة البطش، فأرادوا حرق إبراهيم عليه السلام. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فالله سبحانه وتعالى نصر نبيه وأعزه، وجعل أعداءه هم الأسفلين. وكذلك إن اعتصمنا نحن بالله عز وجل، وإن لجأنا إليه، وإن نصرنا الله عز وجل، ونصرنا كتابه، ونصرنا دينه، ونصرنا رسوله، ونصرنا عباده المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا النصر، ويجعل كيد هؤلاء في الأسفلين. وهذا عباد الله يأتي في الأيام المقبلة، حين يطلب منا في الأيام المقبلة أن نختار نوابا ينصرون دين الله عز وجل، يكتبون دستور هذه البلاد، يؤيدون شرع الله عز وجل، يطالبون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وألا نختار على قبلية، ولا نختار على رشوة مالية، ولا نختار على مصلحة دنيوية، وإنما ينبغي أن نختار من يكتب دين الله، يكتب لدين الله عز وجل النصر، ويجعل الله سبحانه وتعالى النصر على يديه، فإن ذلك من نصر دين الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا حال إبراهيم عليه السلام مع قومه، وحين حدثت المحاورة بين إبراهيم وبين أبيه، قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فإن إبراهيم عليه السلام هجر هذا المجتمع الكافر الذي كان يعبد الأصنام من دون الله، وأنه مع أن والده كان كافرا، إلا أن محادثة إبراهيم وحواره كان في منتهى الرقي والتحضر، إذ أنه قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهو يتحدث يقول يا أبت يا أبت، مع أن أبوه كافرا، وهو يرقق قلب أباه ويشير إليه إلى اتباع الحق. نعم الأدب من إبراهيم عليه السلام، كيف وهو نبي الله عز وجل وإمام الأنبياء، وهو كذلك وأبو الأنبياء، وهو كذلك من أولي العزم من الرسل عباد الله. فإنه يحدث أباه في منتهى الرقي كما أمره الله سبحانه وتعالى، ليعلم أن شريعة الله عز وجل فوق رؤوسنا. فإن الله عز وجل أمرنا بالتعامل مع الوالدين بأحسن التعامل، حتى لو كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصاحب الوالدين بالمعروف وإن كان كافرين، فضلا أن يكون فاسقين، فإننا ينبغي أن نبرهما، وأن نحسن إليهما، وأن نطيعهما في غير معصية الله سبحانه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر إلى التزام إبراهيم عليه السلام بهذا المنهج القويم، فإنه يقول يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وقوله إني أخاف، هذا
فيه بيان العلاقة بين إبراهيم وبين أبيه، فإنه يخاف عليه، وأن نصحه له إنما هو خوف عليه ورحمة به وشفقة على أبيه. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وانظر إجابة هذا الكافر لإبراهيم عليه السلام: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. لم تكن هناك محاورة على قدر محاورة إبراهيم وأدبه الجم العالي، وإنما كانت منه: أرجمك، أضربك، أفعل بك كذا وكذا. لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. فانظر إجابة إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أي إذا جاز لي أن أستغفر لك سأستغفر. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإن إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه إذا كان يجوز له الاستغفار. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه سيموت على الكفر فإنه تبرأ منه. وهذا يدل عباد الله على قيمة الولاء والبراء وقيمة الإيمان في قلوب العباد. فإننا عباد الله لا نوالي الكافرين ولا نحبهم، وإن كانوا آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا، فإننا لا نحبهم ولا نواليهم ولا ننصرهم، وإنما ينبغي عباد الله أن نعاديهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العداوة بين المؤمنين وبين الكافرين قائمة، وإن كانت بيننا وبينهم صلة أرحام، والمحبة بيننا وبين المؤمنين قائمة، وإن لم يكن بيننا وبينهم أنساب ولا أرحام، ولم تجمعنا بينهم مصلحة دنيوية، وإنما اجتمعنا على الله سبحانه وتعالى نجتمع عليه ونتفرق عليه. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فإنه اعتزلهم على عبادتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، وهجرهم إبراهيم عليه السلام، وهاجر إبراهيم إلى فلسطين، وعاش فيها إبراهيم عليه السلام وتزوج فيها، ثم انتقل إبراهيم عليه السلام مهاجرا إلى مصر، ثم عاد مرة ثانية إبراهيم عليه السلام ولم يكن له ولد، وتزوج إبراهيم عليه السلام من هذه الجارية التي أهدتها له زوجته أم إسحاق، فإن أهد أنها أهدت له هاجر أم إسماعيل. فلما أنجب منها دبت الغيرة بينهما، فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يهاجر بها إلى مكة، إلى هذا الوادي السحيق الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان، وأن يبني بيتا له في هذا المكان الذي لا يرتاده إنسان، يعني ليس هناك إنسان لا يحل به ولا يمر به ولا يأتي إنسان إلى هذا المكان. وهذا من بيان آيات الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل على كل شيء. فانظر إلى هذا المكان السحيق في جوف التاريخ، انظر إلى مكة في جوف التاريخ حين أتاها إبراهيم عليه السلام، ومعه هاجر أم إسماعيل، ومعه إسماعيل طفلا وليدا، ومعه جراب من الطعام وقربة صغيرة من الماء، إلى واد لا زرع فيه ولا ماء، فيأتي إلى هذا المكان. وانظر اليوم حين تذهب إلى الحج وإلى العمرة، انظر إلى هذا الوادي كم يرتاده الناس، ومن أين أتوا؟ أتوا من كل فج عميق، أتوا إلى هذا البيت، وهذا الأمر تقف عنده متعجبا. لكنك إذا نظرت إلى آلاء الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى زال العجب، أن الله على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق
بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، لا يمسه اللغوب ولا التعب سبحانه وتعالى، ولا الكلل ولا الملل سبحانه وتعالى. فإذا نظر الإنسان إلى آيات الله ازداد إيمانا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني له بيتا في هذا الوادي السحيق، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني هذا البيت، فجاء إبراهيم عليه السلام بأم هاجر وجاء بإسماعيل وتركهما في هذا الوادي السحيق، ولما قفل عائدا إلى فلسطين تعلقت به أم هاجر فقالت: الله أمرك بهذا؟ قالت في البداية: أتتركنا في هذا الوادي السحيق؟ ثم لما أعرض عنها تعلقت به فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله عز وجل واعتماد عليه وانقياد واستسلام لأمر الله، وإن كان فيه مهلكنا فكل الأسباب المادية والنظرات والاستراتيجيات والدراسات التي يمكن أن تعقد في هذا الوقت تقول أن أم هاجر ستموت في بعد يومين أو ثلاث في هذا الوادي، وأن إسماعيل سيموت قبلها، هذا الطفل الوليد سيموت قبلها، لأن الطعام قليل في جراب، وأن الماء قليل، وأنها ستفقد هذا الماء في أول يوم من حياتها في هذا الوادي، وسينفد الطعام كذلك في أول يوم. فإذا طويت يومها جوعا ثم اليوم الذي بعده ثم الذي بعده، فكل الدراسات التي يمكن أن نقدمها اليوم على أم إسماعيل فإننا نقول أنهما بعد أيام قلائل سنفقد هاجر وسنفقد إسماعيل عليه السلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خارج الدراسات والحسابات يكون لك المخرج، ويكون لك الفرج من كل هم، ويكون لك الرزق، ويكون لك كل أمر فيه نصرك وتثبيتك وسدادك وتوفيقك من الله سبحانه وتعالى، إنما يكون خارج كل الحسابات التي ربما أن نحسبها وكل الدراسات، لأن كثيرا من الناس يعتمد كثيرا على الدراسات التي يقول أن الدراسات تقول أن إسرائيل تمتلك كذا وكذا، وأن أمريكا تمتلك كذا وكذا، وأننا في أي محاولة للصمود أمام هذه القوة سنهلك ونفعل وكذا، وأن هذه الدراسة، هذا كله يجعل الله عز وجل له مخرجا. إذا كان هناك إيمانا ويقينا من أهل الإسلام فإن الله عز وجل ينصرهم. إن الله عز وجل مرغ أمريكا في التراب في الصومال، في دولة ضعيفة جائعة لا يملك أبناءها قوت يومهم، ومع ذلك خرجت تجر أذيال الهزيمة. لقد جرت أمريكا أذيال الهزيمة في لبنان حين قتل لها في يوم واحد أكثر من 350 من ضباط المارينز في يوم واحد في تفجير فندق كان في بيروت، وخرجت في اليوم التالي أمريكا من لبنان تجر أذيال الهزيمة، وما زالت أمريكا تمرغ في التراب في أفغانستان. وفي كل يوم نجد كما من هؤلاء القادة لهم وهؤلاء الجنود والضباط وكبار رجال المخابرات، فإنهم يقعون بين قتيل وأسير وجريح في كل يوم. المعدات الأمريكية الحديثة لا تصمد أمام أخشاب يحملها المجاهدون أشباه البنادق يضربون بها، إنهم يطلقون قذائف الإيمان قبل أن يطلقوا قذائف السواريخ أو يطلقوا قذائف الرصاصات التي بين أيديهم. إنما يطلق منهم إنما هي قذائف، هذه قذائف الإيمان. فهل في الدراسات الاستراتيجية العسكرية
عسكرية يمكن إسقاط الطائرات بهذه البنادق التي يحملها هؤلاء الجنود دون أن يكون معهم صواريخ مضادة للطائرات، دون أن تستطيع الرادارات الأمريكية الحديثة أن تشوش على هذه على رادارات المدفعية وغيرها التي يطلقونها، لا تستطيع التحكم في ذلك ولا التشويش، بحيث تسقط في كل يوم طائرة للقوات الأمريكية وقوات التحالف والإيساف وغيرها في أفغانستان. إن هذا يدل عباد الله على أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فإن أم هاجر أيقنت يقينا تاما لا يعتريه شك ولا ريب أنها لن تهلك وأنها لن تضيع، لأن الله هو الذي أمر بهذا، وأن الله لا يضيع أهله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع وفده، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر أولياءه ولا بد أن يجعل لهم مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجاء الرزق من حيث لا تحتسب أم هاجر حين بكى إسماعيل عليه السلام بعد فقد الماء يطلب ماء، فخرجت هذه الأم الملهوفة على ولدها وقلبها يتقطع على ولدها وهو يبكي لأجل الماء، تبحث عن ماء على الصفا، ترقى الصفا تنظر حولها، هل تجد من أحد من الناس يمكن أن يكون عنده ماء؟ هل تجد شيئا، هل تجد طيرا في السماء يدل على قرب ماء أو بعده، تذهب إليه لكي تحمل ماء إلى ولدها؟ ثم تنزل تهرول في بطن الوادي حتى تصعد على المروة فتنظر من حولها، هل تجد من إنسان يكون عنده ماء؟ هل تجد من طير في السماء يدل على وجود ماء قريب أو بعيد تسعى إليه؟ لأن ولدها يبكي وهو صراخه في أذنيها يكاد يقطع قلبها، لكن قلبها كان مع الله عز وجل معتمدا عليه، وهي ملهوفة تسأل الله عز وجل، ليس ثمة شيء تتعلق به إلا الله، فتسأل الله عز وجل في ذهابها وفي إيابها، في ذهابها من الصفا إلى المروة وفي إيابها من المروة إلى الصفا، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثها وأن يجيرها إلى أن وجدت الطير يحلق في السماء بقرب منها وليس ببعد، فنظرت فإذا الماء ينبع من تحت قدم إبراهيم عليه السلام، وذلك أن جبريل عليه السلام نزل فضرب الأرض بطرف جناحه، وكانت هذه الأرجل الضعيفة قدم إسماعيل عليه السلام كان مع البكاء يضرب بهما في الأرض فكانت كحفار يمتلك مقدمة من ألماس الذي يستطيع تفجير هذه الصخور وحفرها. إن الذي ينظر إلى الجبال الجلاميد، إن جبلا يسمى جبل عمر يريدون هدمه أو تفجيره أو إزالة هذه الصخور منذ أكثر من 5 سنوات، وهم يحاولون إزالة جزء منه بكل ما أوتوا من قوة وتكنولوجيا وتقدم، لا يستطيعون إزالة شيء. إن هذه القدمين الضعيفتين هذه التي ضرب بها إسماعيل على الأرض حفرت بئرا في الصخور، فنبع الماء من تحت قدميه، ضرب جبريل عليه السلام الأرض بطرف جناحه، وضرب إسماعيل عليه السلام بقدمه الضعيفة على الأرض فنبع الماء، فنزلت أم إسماعيل تجمع هذا الماء تقول زمي زمي، فسميت زمزم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أم إسماعيل: لو تركت هذا الماء لكانت عينا معينا، لكانت بحيرة كبيرة، ولكنها أخذت تجمع فيها. آية من آيات الله، زمزم مذ فجرت لإسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا، يشرب منها الناس ويغتسلون ويحملون إلى بلادهم، وتحمل السيارات من مكة إلى المدينة وإلى المدن من حولها، تحمل ماء زمزم وهو ماء لم ينضب بعد، وما زالت العين تتدفق، وما زال سلسبيلا يشرب، وما زال هذا شفاء سقم وطعام طعم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماء مبارك يحرس كل من أتى البيت على أن يشرب من هذا الماء الذي نبع من بين ملك كريم ونبي.
ونبي حليم، بين ملك كريم ونبي حليم إسماعيل عليه السلام، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن نبينا من ولد إسماعيل. هذا الأمر عباد الله درس عظيم في التوكل على الله عز وجل وفي بيان أن الله لا يضيع أهله، وفي بيان كذلك أن المخرج ليس بالحكم واللزوم أن يكون في حساباتك، بل يجعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا ربما يكون ليس في حسابات الإنسان. ثم ما لبث أن جاءت القبائل تلتف حول أم إسماعيل، تأخذ منها الماء وتعطيها الطعام وتعطيها كذلك الكساء وتعطيها كل ما تحتاج إليه. ثم نشأت قبائل حول زمزم، ثم تزعم إسماعيل العرب وصار زعيما لهم، وكان صبيا صغيرا حتى لما فتلت عضلاته أمره الله سبحانه وتعالى، أمر إبراهيم بذبحه، فلما استجاب لأمر الله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإسماعيل عليه السلام مستسلم كأبيه، وهذا عباد الله هذه ذرية بعضها من بعض، فنعم التربية ونعم الجيل بعد الجيل يحمل الرسالة، نفس الرسالة التي عليها أبوه. فلما أسلم أي استسلم لله سبحانه وتعالى وتله للجبين أي على وجهه لكي لا ينظر في عينيه، وهذا رفق إبراهيم عليه السلام، لم يذبحه من مقدمته كما تذبح الأشياء، وإنما أكفأه على وجهه لأنه خشي أن تقع عيناه على عيني إسماعيل عند ذبحه فيرق له قلبه فيمتنع عن أداء أمر الله سبحانه وتعالى. فتله للجبين أي على جبينه لكي يذبحه من قفاه، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم. نزل من الجنة ليكون هذا الذبح فداء يفعله المسلمون في كل عام في يوم الأضحى، شكرا لله عز وجل على نجاة نبي الله إسماعيل، شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله إسماعيل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يبني له بيتا في هذا المكان. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني له بيتا في هذا المكان، فقام إبراهيم يرفع قواعد البيت، وهذا يدل على أن قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام رفع فوق القواعد هذا البيت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت أي يبني هو وإسماعيل هذا البيت بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أن عين إبراهيم عليه السلام ليست على العمل كما هو عين كثير من الناس. كثير من الناس يقول أنا أصلي وأصوم وأفعل كذا وكذا وكذا، وهو منشغل بهذه الأعمال، لكن انشغال إبراهيم ليس بالعمل، وإنما انشغال إبراهيم بالقبول، هل يقبل هذا عند الله أم لا، هل قبل الله سبحانه وتعالى منا هذا العمل أم لا. قال ابن عمر وددت أن الله تقبل مني سجدة، لقد علمت أن الله لا يتقبل
أقبل إلا من المتقين. يعني من كل ما أفعل هذا من الأعمال وجدت أنه تقبل مني سجدة واحدة، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا ما ينبغي أن نعتني به، أننا نفعل الأعمال ونسأل الله القبول، لا أن نغتر بعملنا وأن نظن أننا فعلنا وكذا وكذا وأننا قد نجونا، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده، والفضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده. فينبغي أن يكون انشغالك بالعمل هل يقبل عند الله سبحانه وتعالى أم لا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لا يقول يا ربي أنا أفعل لك كذا وكذا وكذا وأعمل لك كذا وكذا وكذا وبذلت من الجهد كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنا أفعل أضعاف ذلك إن أمرتني به، ولكني أسألك أن تتقبل مني ولو القليل من العمل، ولو القليل من العمل أنجو به عندك يوم القيامة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا يدل عباد الله على أن إسلامك وإيمانك وتوفيقك لعمل الطاعة إنما هو محض توفيق من الله عز وجل يحتاج منك إلى شكر، فأنت لن تكون مسلما إلا إذا أراد الله عز وجل لك ذلك ووفقك الله سبحانه وتعالى وسددك وهداك. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ربنا واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك. يسأل ربنا سبحانه وتعالى وهو مسلم إبراهيم عليه السلام، لكن هنا الدعاء يريد منه دوام ذلك، أن يموت على ذلك، أن يديم الله عز وجل عليه نعمة الإسلام حتى يموت على ذلك. فالإنسان عباد الله ينبغي أن يعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والعبد قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء، فالعبد يخشى تقليب قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن إبراهيم عليه السلام يسأل ربه الثبات على الدين. ولذلك ينبغي ونحن عباد الله مسلمون ومؤمنون وقائمون على طاعة الله عز وجل أن نسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، أن يديم الله عز وجل علينا النعمة، وأن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا ما ينبغي أن تعترف به وأن تقر به وأن تلجأ إلى الله عز وجل به: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. وأرنا مناسكنا، عبادة الله عز وجل ليست من تأليفنا، لا ينبغي للعبد أن يتعبد الله عز وجل ببنات أفكاره، أن يؤلف عبادات يتقرب بها أو يحدث محدثات أو بدع يتقرب بها. لذلك يقول إبراهيم: أرنا مناسكنا، دلني كيف أعبدك، دلني كيف أعبدك، كيف الطريق إليك، كيف أتقرب إليك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدل العباد على ذلك، يبين لهم الطريقة التي يتعبدون بها له سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عند نزول هذه الآية كان السؤال الذي تبادر إلى أذهان الناس: كيف نعبد الله؟ فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وليس ثمة تعبد لله إلا عن طريق هذه الرسالة التي جاء بها الأنبياء والمرسلين والتي نزلت بها الكتب من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يتعبد بموجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادته ستذهب هباء منثورا، لأن من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يقبل منه. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له وصحيحا
صحيحا على وفق ما جاء به النبي. ولذلك يقول: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا نبي لا ذنب له، يعني هذا النبي ما عنده ذنوب، ولا هذا معصوم من الذنوب من الكبائر والصغائر فضلا عن الشرك، معصوم من كل هذا. لكن هذا ليبين لنا أن التوبة في نفسها عبادة، بغض النظر أنت لك ذنب أم ليس لك ذنب، التوبة نفسها عبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنت أحصي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، في المجلس 100 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، عليه الصلاة والسلام. وهو عبد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعائشة حين تقول له ذلك: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا قمة الفهم وقمة الفتنة والفطنة وقمة التوفيق والسداد، وقمة التوفيق والسداد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: نعم، غفر الله عز وجل لي ما تقدم من الذنب، ولكن هذا يحتاج إلى شكر. إذا كان الله أنعم علي بهذه النعم فينبغي أن أشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لله عظيم: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوة التي دعاها إبراهيم لنا عليه السلام وهو في جوف التاريخ تبين العلاقة بين المؤمنين، وأن هذه العلاقة لا يحدها زمان ولا مكان. فإن إبراهيم في زمن بعيد جدا، في زمن بعيد جدا، آلاف السنين بيننا وبين إبراهيم عليه السلام، وهو عينه علينا يرجو الخير لنا، فيسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبعث فينا رسولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فدعوة أبيه إبراهيم في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. رسولا منهم أي من العرب. ولذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، وهو النبي الوحيد في العرب الذي جاء من نسل إسماعيل عليه السلام. وجميع الأنبياء جاءوا من نسل إسحاق إلى من ابنه يعقوب ابن إسحاق. كل أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولم يأتي من نسل إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهذا عباد الله رفع لنا، هذا رفع لنا. كان يمكن أن يأتينا نبي من بني إسرائيل ويكون نبيا مبعوثا فينا ويجب علينا طاعته، لكن رفعت هذه الأمة عباد الله: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم. الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه رفعتكم، فيه رفعة شأنكم، فيه عزكم. فإن أنتم ذكرتم في الأمم كلها، ذكرتم في الأمم كلها. الأمة العربية كانت أحقر أمة وأذل أمة وأنكر أمة، ولم يكن أحد يأبه لها ولا يعرف لها قدرا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعز الله عز وجل العرب بالإسلام، فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وصاروا يهيمنون على الدنيا كلها من الصين شرقا إلى فرنسا غربا. الأمم كلها والحضارات تهاوت وتقهقرت أمام هذه الأمة الوليدة التي ولدت يوم ولدت مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن ولدت قبل ذلك، ولم يكن لها في الأمم شأنا. لقد كانت هناك أمة الروم وأمة الفرس وأمة اليوناني والإغريق، وكان هناك أمة البربر، وكانت هناك أمة القوت، وكانت هناك أمة الهند والصيني والأرمن وغيرها من الأمم. كانت من حولنا أمم منظمة ولها جيوش ولها حضارة ولها تقدم ولها ملوك ولها كذلك رؤساء
رؤساء يديرون هذه البلاد بنظام ووزراء وجيوش، وكانت هذه الأمة العربية تعيش شراذ في الجبال، يتنقلون خلف الكلأ والعشب والعشب، يأكلون الخنافس والعقارب وجذور الشجر وأوراق الشجر من الجوع. ليس لهم إلا ثوب واحد يلبسونه على العري، لا يلبسون تحته شيء، حفاة الأقدام. حتى جاء الإسلام فجعلهم ملوك الأرض وأسياد الناس. وكما أعزنا الله بالإسلام لن يعود عزنا إلا بالإسلام. لا تسمعوا لهذه الصيحات الضالة من هنا أو هناك، ليس لكم عز إلا بالإسلام، وليس لكم قيام إلا بالإسلام، وليس لكم حضارة إلا بالإسلام، وليس لكم تقدم إلا بالإسلام، وليس لكم وجود أصلا بين الأمم إلا بالإسلام. فما أنتم إلا بالإسلام، وما كنتم إلا بالإسلام. ومهما تخليتم عن ذلك تخلى عنكم العزة والمجد. فإن عمر رضي الله عنه عندما جاء يفتح بيت المقدس، جاءوه ببغلة برذون فارسي قصير، حصان قصير كده فارسي، وجاءوه بعباءة وغير ذلك. قالوا لأنك تدخل على هؤلاء، يعني الذين عاشوا مع ملوك الروم ورأوا الملوك ورأوا ما كانوا عليه من الأبهة. وعمر جاء يفتح بيت المقدس عليه ثياب مرقعة، ويلبس في زحافة في رجله، في قدميه، فنعل يلبسها مقطع أيضا مرقع، وكذلك معه بغلة يركب عليه. هذا من التواضع، لم يأتي على حصان، ولم يأتي على جواد كبير، وإنما جاء على بغلة، وهذا يدل على تواضعه. فلما مر بمخاضة من الماء نزل من على بغلته رفقا بها، رفقا أن يمشي تخوض في الماء وهو يركبها. ثم أخذ نعله فوضعه على كتفيه، ثم شمر ثيابه وأخذ يخوض في المخاضة. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه، وهو أمين هذه الأمة وقائد الجيوش في هذا الوقت في بلاد الشام، قال له: يا أمير المؤمنين، ما ينبغي أن يراك أحد من العجم، أنت على هذه الحال أمير المؤمنين وحاكم المسلمين وقائد هذه الجيوش الجرارة التي تتهاوى أمامها الإمبراطوريات الكبرى، تأتي أنت في هذه الحالة الرثة تلبس هذه الثياب المرقعة وهذه البلغة التي في قدميك وتخوض المخاض في الماء؟ قال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. لما خرج القساوسة من بيت المقدس ورأوه على هذه الحالة، قالوا: هذا الذي يفتح بيت المقدس، هذه الهيئة هي التي تفتح بيت المقدس. لم يقولوا: كيف حال هذا، كيف يكون أمير المؤمنين؟ فبكى المقوقس، بكى القس الأكبر عندهم، بكى بكاء شديدا عندما رأى عمر رضي الله عنه. فقال له أبو عبيدة: هون عليك، فإن الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. قال: كنت أظن ذلك، لكن وجدنا في كتبنا أن هذه الأمة جاءت لتبقى، وليس صفحة في التاريخ تطوى. هذا عباد الله أمل الأمة، أن هذه الأمة ليست صفحة في التاريخ تطوى، هذه الأمة ستبقى ما بقي الزمان، وستبقى ما بقي المكان. لن تزول هذه الأمة ولن تضمحل، هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وستبقى هذه الأمة. إن هذه الأمة من قوتها أنها منذ 14 قرنا من الزمان وهي تنهار هذه الأمة، ومع ذلك ظلت متماسكة إلى هذا الحد الذي ترونه، وظهر أبناؤها أبناء الصحوة، ولا يزال أبناء هذه الأمة يملؤون المساجد ويعمرون قلوبهم بالإيمان. لا زال أبناء هذه الأمة بين صيام وقيام وعمرة وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر في مشارق الأرض ومغاربها، فوق الجبال وفي الكهوف وفي السهول وفي الوديان وفي الشوارع وفي الطرقات وفي الحضر وفي القرى والنجوع وفي غيرها، في كل مكان في العالم. لا تخلو بقعة في الدنيا من مسلم يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل يحتاج إلى شكر، ولذلك بين إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله عليه وآله وسلم. ثم ارتفع البناء وشمخ، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بنى إبراهيم بيت الله سبحانه وتعالى أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس، ينادي عليهم أن تعالوا حجوا بيت الله عز وجل، فإن الله بنى له بيتا فحجوه، ويجب على الناس حج البيت. فنظر إبراهيم حوله ينادي على من، فإن الوادي سحيق ليس فيه أحد، فقام على جبل أبي قبيس وهو أعلى جبل، فقال يا أيها الناس إن الله قد بنى له بيتا فحجوه. فلبت الخلائق جميعا في أصلاب آبائهم، كل من كتب الله عز وجل له الحج لبى وهو في صلب أبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لم يكن إبراهيم عليه السلام حين نظر يرى أحدا من الناس يلبي هذه الدعوة أو يسمع صوته هنا أو هناك، لكن الله عز وجل نقل صوت إبراهيم إلى كل الآذان وقبل ذلك إلى الأفئدة، فجاءت الجحافل الناس من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم عند بيت الله سبحانه وتعالى. فرأيتم ذلك عباد الله بأم أعينكم، كم من الملايين وكم من الملايين أيضا بل مئات الملايين في بلادها تتمنى أن تذهب إلى بيت الله الحرام، إنه يجتمع عند البيت في كل يوم، ربما تجتمع الملايين حول البيت بين طائف وعاكف وراكع وساجد وتال لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك ملايين أضعاف أضعاف هذه الأعداد في بيوت في بلادهم يتمنون أن لو رأوا البيت ولو اطلعوا عليه ولو طافوا به ولو شربوا من زمزم ولو صلوا خلف المقام ولو سعوا بين الصفا والمروة. هذه الأفئدة هي التي علقها الله عز وجل بالبيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعل الله عز وجل البيت مثابة للناس يثوب الناس إليه المرة بعد المرة. الذي زار البيت وحجه أو اعتمره لا يمكن أن يكون هناك انقطاع عنه، فإن قلبه يظل متعلق به يريد العودة إليه المرة بعد المرة. فإنه إذا رأى العبد هذا البيت فإنه ليس كمن لم يرى. الذي لم يرى البيت يكون حنينه ربما يكون أقل، لكن الذي رأى البيت ورأى النعمة ورأى الفضل عند هذا البيت ورأى البركات ورأى الآيات فإن قلبه يتعلق فيثوب إليه، أي يرجع إليه مرة بعد مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيته وأن يؤمن سبحانه وتعالى الحجيج، وأن يكتب لنا حج بيته الحرام في هذا العام ومن كل عام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم خذ طاغوت سوريا أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان
وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي البوسنة ومقدونيا والجبل الأسود اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أغث إخواننا في الصومال. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم لا تهلك النساء والأطفال والحيوان بذنوبنا. اللهم لا تهلك النساء والأطفال والحيوان بذنوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.